مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنى. وستناول مع حضراتكم موضوع عن القدوة الصالحة وأثر هذه القدوة على الفرد والمجتمع. يمكن إحنا حتى في الأسرة بنشوف دايما البنت تتعلق بأبيها لأنه هو القدوة ومش شايف غيره. فمثلا لو إحنا جبنا بنتك الصغيرة وتقول لها تتجوزي مين، تقول لك القدرة الفعالة على تغيير السلوكيات في المجتمع، سواء كانت هذه القدوة صالحة أم فاسدة. القدوة اللي عندها القدرة الفعالة في تغيير المجتمع من مجتمع سلبي إلى مجتمع إيجابي. وأي إنسان بيحتاج إلى القدوة، سواء في العمل، سواء في الأقوال، سواء في الأفعال، بيحتاج إلى الأسوة والمثال الذي يحتذى به. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جعل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه القدوة الحسنة. ليه؟ لأنهم كانوا في الجاهلية ليس لهم قدوة، كانوا يعني يغيرون الغارات ويقيمون الحروب من أجل غنم، واحد خد من واحد غنم فتقوم الحرب بينهم. فجعل الله المثل والقدوة والأسوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم القيامة. يمكن يشغل سيدنا الإمام الشافعي وخلي مصر، وانتم عارفين ان الإمام الشافعي كان تلميذ الإمام مالك رحمه الله. طب ادعي لوجوده من المدينة المنورة وبعدين يجي يمكث في مصر إلى أن يتوفى بها ويكون فيه مقامه المشهور، لأنه حضرتك شاف الإمام مالك، والإمام مالك بيحتفي ويحتفل بمقدم سيدنا الإمام الليث بن سعد عندما ذهب من مصر إلى مكة المكرمة ثم إلى المدينة المنورة. أثر فيه قوي سيدنا الإمام الشافعي، وليا الإمام مالك يجلس تحت قدم الإمام الليث بن سعد وقرينه، يعني زميله يكاد يكون من سنه كمان. فده اللي خلى الإمام الشافعي رحمه الله يتأثر بالقدوة الصالحة في العلم وفي العمل وفي الخلق، فيأتي إلى مصر ليتعلم من علم الليث بن سعد. الكرام، هذا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى البحث وإلى الأهمية. فنحن نستورد قدوات زائفة وقدوات باطلة، منا من يتجه إلى الغرب ليأخذ منه القدوات. حتى الموضة بتاعتنا بقتش عجبنا دلوقتي إحنا كمصريين، في لأن الدولة العظمى هي اللي تتحكم في الموضة. مشاهدي الكرام، عن هذا الموضوع يدور الحديث مع ضيوفي الأعزاء الكرام. معي فضيلة الدكتور أحمد معوض من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. مرحبا بحضرتك. ومعي أيضا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور مصطفى ربيع من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا. مرحبا بك. ولا أنسى أن أرحب أيضا بمترجم الإشارة الزميل رضا عبد المنعم. يعني أبدأ بفضيلة الدكتور أحمد وأقول لك الحديث في القرآن الكريم، يعني حتى أشار إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو قدوة، ولكن أمر الرسول بأن يتخذ له قدوة. نعم. فكيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، لأهمية القدوة وأثرها البالغ، نجد الحق سبحانه وتعالى يأمر نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بغيره من الأنبياء السابقين، فيقول سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله. ويقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نعم. ونجد فرقا بين القدوة والأسوة. علماء اللغة يقولون لا فرق بين القدوة والأسوة، فكلاهما لوناها آنفا. نجد هناك فرقا خفيا استفاده بعض المحققين، فقال هناك فرق بين القدوة والأسوة. الاقتداء يكون بالفعل. نعم. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بفعل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، أو بفعل الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما الأسوة فهي التأسي بالشخص نفسه لا بفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أن يتأسى بالأنبياء، لأنه هو كشخص صلى الله عليه وسلم أفضل من شخوصهم وذواتهم، ولكنه يقتضي بأفعالهم.
أما الأسوة الحسنة في الشخص وفي فيجتمعان معا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشخصية ممكن يبقى عنده الكاريزما الشخصية المحترمة، نعم، المهابة، نعم، المعظمة في نفوس، نعم، الآخرين. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. واستفاد العلماء أيضا من هذه الآية أن الأسوة أو القدوة قد تكون في الخير والشر، قد يقتدي الإنسان بإنسان آخر في أمور الشر ويجعله قدوة له في شره وفي إجرامه. ومن هنا قيد الله سبحانه وتعالى التأسي بالأسوة الحسنة، أي أن تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شر قيد أملة، وإنما هو الحسن كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا انتقلنا أيضا إلى الوحي الثاني، نلمح إشارات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا قيمة القدوة في حياتنا. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، صحيح، فلينظر أحدكم من يخالل. أي أن الإنسان يتأثر جدا بمن يقتدي، فلينظر أحدكم بمن يقتدي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا يدل على أن الطفل أول ما يقتدي وأعظم ما يقتدي يقتدي بوالديه، صحيح، فالوالد يترك بصمته على أولاده. وهذه إشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الله دور أحمد، وهرجع إلى دكتور مصطفى ربيع وأقول لك: القدوة بمعنى المثل الأعلى، فقيمة المثل الأعلى في حياة الفرد والمجتمع، إزاي أنا هاخد قدوة وأخد مثل أعلى في المجتمع، أهميته بالنسبة لي بقى وأثره علي. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية يا أخي الحبيب، هل سمعت في يوم عن مجتمع يسير أو عن راحلة تسير بلا دليل؟ لا. ليس هناك راحلة تسير بلا دليل. لا. إن مجتمعا ليس فيه قدوة، مجتمع بنص القرآن هالك، بنص القرآن هالك. سيدنا سليمان عليه السلام حين تبسم ضاحقا من قول النملة، حين مر على نملة فقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنمل نفسه وهو مجتمع كامل وأمة كاملة، كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. انظر يا أخي الحبيب إلى صف وهو يصطف يسير خلف نملة واحدة، نعم، إن لم تكن هذه النملة أمامه فإنه يخبط خط عشواء، فإنه يسرح ها هنا وهناك، لكن تستطيع بعينك المجردة أن تنظر إلى صف النمل وهو يسير، نعم، مستقيما على طريق واحد حتى يصل إلى هدفه. بماذا؟ بهذا الدليل الذي أمره الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قالت النملة بفهمها البسيط وهي تخاطبهم: لا يحطمنكم سليمان حتى لا تهلكوا. كذلك كل المجتمعات بيت بلا قدوة، بيت نسأل الله العافية يسير ويخبط خبط عشواء، وتجد هذا ينهل من ثقافة في كذا غربية أو من كذا وكذا، وتجدهم كل واحد منهم في البيت على مذهب. بينما إذا كان له قدوة، أب يصلي في الأوقات في وقتها، أب يحافظ على الفضائل والقيم والمثل ونحو ذلك، تجد البيت كله يسير. ولذا قالوا: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. لماذا؟ لأنه قدوة في البيت. وهكذا المجتمعات، لا يستطيع مجتمع أبدا أن يعيش بلا قدوة. المجتمع الذي يفتقد إلى القدوة يستورد قدوات، نسأل الله تعالى العافية، لا ترضي الله عز وجل، لا يقوم عليها مجتمعات، لا تتقدم بها أمم ونحو ذلك. صحيح. فلا يستغني مجتمع ولا أمة ولا بيت ولا دولة عن قدوة.
صحيح. يمكن مشاهديها الكرام بعض الناس بيتأثر بالبعض وهو لا يدري. أنا ممكن أتأثر بأي إنسان وأنا لا أدري أني تأثرت به، اللي هو بيسموه الإعجاب بشخصيته، بمشيته، بأفعاله، بأقواله. حتى إحنا بنشوفها بالأسرة، أنت ممكن تعلم أولادك وتكتسبهم صفات ذميمة دون أن تدري. إزاي الأسوة والقدوة بتؤثر في الآخرين؟ يتأثر الآخرون بهؤلاء من أسوة وقدوة سواء كانت صالحة أو سيئة. لكن السؤال اللي بطرحه حتى أخرج إلى الفاصل، وهو موضوع كيف تؤثر القدوة التأثير الإيجابي الحسن في من يقتدون بهم جميعا. للإجابة على السؤال ابقوا معي حتى عودتي من الفاصل. عدنا لكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بحضراتكم جميعا كما أجدد الترحيب بضيوفي الأعزاء الكرام في هذا اللقاء. وهرجع إلى فضيلة الدكتور أحمد معوض. أقول لحضرتك إحنا يعني بنشاهد في الحياة، إحنا ممكن نتأثر بأي، أنا ممكن أتأثر بحضرتك حتى في اللبس، في الابتسامة، ممكن أتأثر بالدكتور مصطفى مثلا في حديثه، في شياكته، ودون أن أدري. أنا مرة سألت واحد ويمكن المسألة مش استغربه، يعني كان بيعمل فعل معين كده فكان سلبي، فأنا بقول له أنت بتعمله أو تأثرت بمين؟ قال لي أصل فلان كان لابس الساعة يعني فكل شوية يعمل كده. فبقول له أنت بتعمل لي كده يعني؟ قال لي أصل تأثرت بواحد كانت إيده بيضة وشكله جميل قوي فكل شوية يعمل، فعجبتني الحركة. قلت له أنت تأثرت به واتخذته قدوة دون أن تدري. طب لو احنا تأثرنا بالقدوات الإيجابية كيف تؤثر في استقامة الناس والمجتمع والفرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كما حضرتك تفضلت، كثير من الناس يتأثرون تأثرا بالغا بأفعال غيرهم. وقال علماء التربية أعظم مؤثر في حياة البشر هو تأثرهم بما يشاهدون. وقالوا إن الناس يتأثرون بما يشاهدون أكثر من تأثرهم بما يسمعون. صحيح. وذلك لأن السماع يحتاج إلى تخيل وتأويل، أما البصر فهو يشاهد مباشرة الشيء الذي يريده فيتأثر به مباشرة. وبالمناسبة هذا ما وجدناه أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح قريش صلح الحديبية، بعض الصحابة وجدوا في أنفسهم موجدة عظيمة لأنهم لم يفهموا ظاهر الشروط التي في ظاهرها إجحاف بالمسلمين. أمرهم النبي فينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نظرا لما في قلوبهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال لها هلك الناس، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت يا رسول الله أخرج إليهم، فسمع مشورتها، فبمجرد أن حلق وبمجرد أن ذبح قام الصحابة وفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم. فلم يتأثروا بقوله صلى الله عليه وسلم لسبب، حتى لا يفهم الناس هذا الموقف فهما خاطئا. هم لم يلتزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأنهم ظنوا والظن في محله أن هذه الشروط فيها إجحاف بالمسلمين. فلما رأوا عزم النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم قاموا جميعا ففعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، لأنه يرى أباه ماذا يفعل وكيف يكلم الناس، كيف يتعامل مع الناس، وكيف يستقبل الناس، فيخرج الولد صورة من أبيه. ولذلك قالوا الولد صنو أبيه. فهذا يبين لك متعلقة بجانب الأفعال المرئية فساعتها تؤثر تأثيرا مباشرا في شخص المتلقي. ومن هنا علينا أن نضبط مجال الاقتداء، فليس كل من هب ودب نقتدي به، وليس كل إنسان نأخذ منه ديننا ونأخذ منه أخلاقنا. نرجع موضوع أن مش كل من هب ودب نأخذ قدوة، لأن أنا هسأل حضرتك سؤال وأوجه نصائح للمشاهد في آخر الحلقة
عن موضوع النصائح، ازاي ناخد قدوه وازاي نختار القدوه من مجتمعاتنا. نعم. لكن هنتقل بالحديث الى الدكتور مصطفى ربيع. اقول لحضرتك دكتور مصطفى، انت تعرف ان بعض الناس بيفتقد القدوه لانه ممكن يتحرج من امور الشرع. يعني مثلا ربنا مثلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فانا مثلا واحد بالتليفون بي، انا محروج ان انا اقول له ولا افهم الشرع، اقول له لابني مثلا اقول له بابا مش على استعداد لمقابلتك دلوقتي، مرهق نايم، فمثلا يقول له بيرن الجرس يقول له لو كان حد عايزني يقول له مش موجود. ربي في ابنه الكذب، اذا هو يتعود على الكذب. واحد قاعد جنب ابوه شايف بيخادع الناس ويتجمل امام الناس في حكاياته وفي غيره، بالتاكيد هيشرب منه وهياخد مذهبه ومشربه ويطلع برضه في نوع من الكذب. نعم. إذن أحيانا القدوة ما بتبقاش قدوة صادقة، بتبقى قدوة غش، وللأسف أول ما تصيب من هذا الغش أولادها. أليس هذا صحيح؟ نعم نعم يا أخي الحبيب، هو للأسف مسألة التربية. نعم. مسألة حساسة جدا. نعم. لسيما والأطفال في مرحلة متقدمة من العمر، هذا الأمر يحتاج إلى أن تتعامل مع ولدك بدقة. يعني حتى أن البعض عدد من الدروس التربوية في سورة يوسف أن يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه وأخاف أن يأكله الذئب فقد أعطى لهم المبرر للكذب. نعم. فقالوا بعضهم هذا ليس عيبا في نبي الله يعقوب، لكنه ربما فعل خلاف الأولى، لأن الأنبياء معصومون عن الخطأ، يعني نعم، الصغائر والكبائر. لكنهم قالوا أن من الدروس التربوية كما يقول بالشوكة البعض بالشوكة والسكينة، خد بالك وأنت تتعامل مع ولدك لأنك تغرس فيه ربما خلقا لا تستطيع أبدا بفعلك أن تجعله يتخلى منه ولو أخذت تتحدث فيه سنة. لماذا؟ حتى قال بعضهم إن فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. القدوة العملية، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارع في هذا الجانب، حتى كان يعني النموذج وكان المثال الحي وهو أب، المثال الحي وهو قائد في الجيش، المثال الحي وهو داعية، المثال الحي وهو زوج، المثال الحي وهو جد مع الحسن والحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم المثال الحي في التعامل مع النساء مع الأطفال، حتى كان مثالا حيا في التعامل مع العدو صلى الله عليه وسلم. كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وقد مرنه الله عز وجل من صغره على ذلك. النبي كان يعد لأن يكون قدوة، كان يعد لأن يقود، كان يستطيع أن يميز بين النفوس المختلفة ونحو ذلك. التجارة تجعلك تحتك بنفوس مختلفة، وعمل كذلك في رعي الغنم مع الفارق بين التكريم لبني آدم. لماذا؟ لأنه سيرعى بعد ذلك أمة، كما يسير الغنم خلفه يهدهدهم ونحو ذلك، كذلك ستسير خلفه بعد ذلك أمة. صحيح. لو إحنا خرجنا من القدوات، عشان برضو إحنا عايشين في القرن 21 وعلى مشارف القرن 22، فخلاص فالناس تقول لك يعني أنتوا ليه عمالين تجيبوا من الكلام القديم ليه؟ هل نفتقد القدوة في عصرنا الحديث؟ للأسف الشديد نحن نفتقد القدوة في البيت. نفتقد القدوة ربما في المجتمع، يعني الإسلام إلى رقة، يعني خلينا نعترف. لكن بالبحث يا دكتور بالتأكيد هيتلاقي في عصرنا الحديث، والدكتور أحمد يوافقني على هذا الكلام، هيتلاقي. يعني أنت مثلا عندك في مجال الطب، ما دكتور مجدي يعقوب ما يقتدي بأبنائنا، هذه الأمة لا تعدم الخير أبدا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة سيظل الخير موجود، لكن ننتقي هذه القدوة بدقة كما قلت لحضرتك. نعم نعم، ننتقي بدقة. نعم. وإذا فتشنا يا دكتور أحمد وشبابنا يفتش معانا، هتلاقي عندنا قدوات كتير جدا زي ما قلت، في المجال الطبي، في مجال الإبداع والفن والأدب، في كل المجالات، وكل مهنة ولها أخلاقياتها. والإنسان اللي هو قدوة بالتأكيد بيرسي قواعد معيشية وحياتية وأخلاقية وسلوكية عشان الناس تتابعه في هذا الموضوع. وبالحقيقة الخير والشر متوازيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. فمن أراد أن يقتدي بالخير سيجد الخير، ومن أراد أن يقتدي بالشر سيجد الشر، حتى في مجالات الترفيه ومجالات الترويح عن النفس كما تفضلت حضرتك. عندنا في الرياضة مثلا محمد صلاح قدوة. نعم. بسجدته، بأخلاقه، باحترامه لمدربه، واحترامه لجمهوره، واحترامه لذاته، وكيف يعمل على تطوير ذاته. حتى في مجال الغناء والكلام فيه والحكم الشرعي في الغناء، أن الغناء كلام قبيحه قبيح وحسنه حسن. نجد هناك من يمتهن هذه المهنة
ويؤثر تأثيرا طيبا في النفوس نعم. وفي الأرواح وفي أخلاق الناس. دكتور أحمد، يعني كده وقت البرنامج على الانتهاء، أنا عايز نصيحة كده، إزاي أنا هختار القدوة الحسنة؟ نجعل القدوة السيئة. نعم. فالسوق منتشر يعني في المجتمع. أنا يعني يجب على كل أب أن يكون على قدر المسؤولية. نعم. فالأب هو القدوة الأولى في المجتمع، القدوة الأولى لأسرته، والأسرة هي البناء الأول في المجتمع، وربما يسبق الأب في ذلك الأم، لأن الأم أكثر معايشة وتربية لأولادها. ولذا قالوا الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأب إذا عرف مسؤوليته والأم إذا عرفت مسؤوليته نتج مجتمعا صالحا. أما إذا كان المجتمع كما نشاهد 226 ألف حالة طلاق فقط هذا العام من المتزوجين هذا العام، فهذا مؤشر خطير يدل على التفسخ الأخلاقي الذي تعيشه كثير من الأسر. فعلينا أن نهتم بالأسرة، علينا أن نهتم بالزوجين، علينا أن نهتم بالأب والأم، سنجد بعد ذلك مجتمعا راقيا عرف الطريق السليم نحو القدوة السليمة. فتح الله لك. هل لك نصيحة دكتور توجهها للسادة المشاهدين؟ يعني تحدث فضيلة الدكتور أحمد عن أننا لابد أن يكون الأب والأم على مستوى المسؤولية. أنا أقول لابد أن يكون كل مسؤول على منبره، سواء كان مهندسا في مصنع أو كان طبيبا في المستشفى أو كان معلما في المدرسة، كل في مسؤوليته لابد أن يكون قدوة، لابد أن ينظر في نفسه وأمامه المرآة ماذا يبدو منه للناس، ماذا يبدو منه لطلابه إن كان معلما، الأب ماذا يبدو منه لأبنائه إن كان والدا، الأم كذلك إن كانت والدة. لابد أن أنا وأنا على منبري وفضيلة الدكتور على منبري، لابد أن أكون قدوة على منبري، لأنني أمر الناس بالخير وأنهاهم على الشر. فلا بد أن أكون أول الممتثلين، لابد أن نكون جميعا قدوة بالعمل لا مجرد الدعاء بالقول. يعني مشاهديها الكرام، لابد أن نوجه كلمة ونصيحة إلى المجتمع، إلى مشاهديها الكرام، صدروا للناس الخير، صدروا للناس الطيب، لا تصدروا للناس الشر، حتى لا يتأثر أطفالنا ولا شبابنا بهذه الأخلاق السيئة. يمكن الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو أن تساوينا في البضاعة. شوف يعني هو حتى بيقول أنا بحب ربنا دخلني الجنة بيهم وخلاص، فخد القدوة الصالحة الصالحين. بعد كده تلميذه قال له لا يا إمام لا تقول هذا، وإنما قل أحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينالوا بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. الله لنا ولجميع مجتمعنا وخاصة مصر القدوة الصالحة الحسنة، وهدى الله قلوبنا وشبابنا يا رب العالمين إلى ما فيه خير لمجتمعاتنا. مشاهدي الكرام، سعدت متابعة حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أتقدم بخلاص الشكر والتقدير لضيفي الكريم الدكتور أحمد معوض من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك على هذا البرنامج. شكر الله لكم، بارك الله. كما تقدم أيضا بخلاص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى ربيع من علماء وزارة الأوقاف على هذا اللقاء. أشكر الله مصطفى، وأشكر زميلي مترجم الإشارة رضا عبد المنعم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.